كاتو، اعلم بحضراتكم خبر هام بالنسبه للعاملين بالازهر الشريف. الازهر بيقرر صرف 1000 جنيه مكافاه للعاملين بالمناطق وبمناسبه انتهاء الدراسه. تفاصيل هذا الخبر: قرر الازهر الشريف صرف 1000 جنيه مكافاه للعاملين بالمناطق والادارات التعليم والمعاهد من المدرسين والاداريين والوعاظ الدائمين والمنتدبين والمتعاقدين بنظام اجر الحصه بمناسبه انتهاء اعمال الفصل الدراسي الثاني. ونص المنشور الذي عممه الازهر الشريف على المناطق على ان المكافاه تاتي لما تحقق من جهد من كافه العاملين لاتمام الفصل الدراسي الثاني على الوجه الاكمل. ده كان منشور خاص او اعلان خاص من الازهر الشريف من خلال موقع مصراوي اللي بين عن ان الازهر هيصرف 1000 جنيه للعاملين زي ما قلنا في الادارات والمعاهد وكمان من المدرسين والاداريين والواعظين الدائمين وايضا المنتدبين والمتعاقدين بنظام اجر الحصه، وزي ما وضحنا بمناسبه انتهاء اعمال الفصل الدراسي الثاني. نتمنى طبعا انك تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان ان شاء الله لو حابين يوصلك كل جديد ان شاء الله نكون مع بعض في كل الأخبار الجديدة. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.